الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ دلوقتي هعمل معاكم طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بمكونات سهلة موجودة عندنا في البيت. تعمليها هتبقى كويسة جدا لأولادك في الفطار في العشاء، تاكلوها بمربى او بأي حاجة كويسة يعني. فهنبدأ معانا عاملة 2 كيلو من الدقيق. المكونات بتاعتها 2 كيلو من الدقيق، محوشة قشطة، تجيبي لبن، تغلي اللبن وتحطيه في التلاجة هيعمل وش، بس المهم يكون نوع اللبن كويس يعني. فتشيلي بقى منه تحدي ما تحوشي الكمية اللي انت هتعملي بيها وتبدأي تعملي. هستخدم الخميرة اللي هي البلدي، كوباية من السمنة متسيحة، زيت لو احتجت زيت دون لو احتجت زيت، ومعايا كوباية ونص من اللبن، ومعلقة ملح صغيرة، ومية دافية عشان نحط الخميرة فيها. هبدأ معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نعجن. نجيب الخميره الاول، ننشطها الاول، نحطها في الميه الدافيه اهي. انا بستخدم الخميره دي عشان هي كويسه جدا في العجين برده. نحطها في الميه الدافيه، معاها معلقه سكر، واقلبهم. واول حاجه نعملها هي دي، ونقلبها ونسيبها على جنب. اتاكد انها دابت كلها. خلاص كده تمام، سيبها على جنب. معانا معلقه الملح، هنجيبها نحطها على الدقيق، نرشها على الدقيق ونبدا نعجن. بسم الله. هنضيف اول حاجه بقى القشطه، حوالي ده حوالي اقل من نص كيلو قشطه انا محوشاه وعينه في الفريزر مش في التلاجة، عينه في الفريزر. وتجيب برضو كوباية السمنة اهي معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. تكوني مسيحاها دافية بسيط يعني. الزيت مش هحطه دلوقتي، لو لقيت العجينه محتاجه هحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا العجين بقى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الطريقه سهله جدا، ولما تعمليها بقى بالقشطه دي يعني كمان هتعجبك جدا. القشطه بتخلي لها طعم كويس كانك عاملاها بسمنه بلدي. تبقى جميله جدا برضو في الفطار والعشاء وكده، تاكليها بقى بمربى بجبنه، حلوه قوي، الاولاد هيحبوها يعني وانتوا كمان. ممكن يعملوها برضو في تحالهم وتعمليها سندوتشات وياخدوها معاهم المدرسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن، نضيف اللبن بقى. بسم الله. دايما تحط المكونات كلها معاكي برضو قدامك عشان ما تنسيش حاجة. الخميرة كمان اهي فارت ازاي يعني، لما تحطها في ميه الكوبايه ان تالت للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. معلش بقى لو بطول شويه في الفيديو يعني وكده، عشان بس انا عايزه اوريكم طريقه العجن من اولها لحد اخرها عشان تعرفي تعجنيه ازاي يعني. سهله جدا، مستنيكي تدعكي فيه كده تخدمي العجينه كويس، هيطلع معاكي حاجه تديكي نتيجه كويسه. هناخد برضو نص كوباية الزيت دي، هناخدها نص كوباية زيت اهي بس. بسم الله الرحمن الرحيم.
عجينة هنلاقيها محتاجة شوية مية مثلا أو لبن، عايزة تحطي لبن حطي، مفيش خلص مثلا منك اللبن وعايزة تكملي هتحطي شوية مية دافية عادي، لكن المهم تحطي فيه لبن برضو مع القشطة. يعني هو كله ما شاء الله خيرات، يعني مليان خيرات، سمنة كويسة وقشطة كويسة. على حسب ما العجينة هتاخد معاكي. انت هتلاقي العجينة بقى اللي ايديكي نطفت كده من دي. لوحدها من العجين تبقى كده العجينة مية مية. انا عامله 2 كيلو العيد مثلا يعمل نص الكميه، مثلا يجرب في كيلو او حاجه الاول، يجرب عايز يعمل حاجه بسيطه. العجينه شايفين جميله جدا اهي، حط لها حبه ميه كمان برضو. عشان يبقى بس سمكها يعني كويس، طريه كويسه. استنيها في ايدك كده ايه، ما شاء الله. كل ما تخدمي العجينه كويس هتديكي نتيجه افضل. شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا. الطبق نظيف كمان اهو، مفيش اي حاجه ولا مدلمقه حاجه ولا كده. شايفين العجينه اهي ناعمه جدا اهي، ايديك نظيفه طالعه نظيفه من العجين، معنى كده يبقى ان العجينه انت عملتها كويسه. لو ايديك بقى من العجينه مشبطه لسه فيها وكده، تبقى عايزه ليك لسه خدمه منك يعني ان تعمليها كويس. هخلص بقى كده خلاص العجينه، خلاص السمك ده بتاعها كده كويس جدا. هركنها بقى لحد ما تخمر وارجع لكم تاني نقطعها مع بعض. دلوقتي العجينه القرص الطريه خمرت، شايفين الكمية 2 كيلو زادت اتضاعفت. دلوقتي هقطعها معاكم بقى ووريكم هعملها ازاي. نقطع كده بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة طرية اهي جدا، هقطع الكمية كلها، بس انا هقطع لكم كام واحدة كده عشان تشوفوها برضو اهي وانا بعملها. مش لازقه في ايدي ولا اي حاجه، طالعه كويسه جدا. بنقطعه ونسيبه يرفع عشان نعرف نبطط نفردها كويس. كمان واحدتين اهو. ممكن بقى تحشيها بجبنه اسطنبول اللي هي، او جبنه رومي الموجوده عندك برضه، جبنه رومي مبشوره. هحشي قدامكم بقى واحده بالجبنه عشان تعرفوا طريقتها بتتعمل ازاي. ناخد اول واحده احنا بدأنا بيها اهي، نفردها كده
يا لو سبتها كمان شويه هتريح اكتر من كده، بس انا عشان اوريها لكم ما اطولش عليكم. ها خدها كده، حط بقى قطعه جبنه كده كويسه، كتريش قوي عشان لو هي جبنه دي مش حادقه، يعني انت هتجيبيها ايه متكونش حادقه قوي برضو، وتقفليها كده اهو. تك عليها كويس، دي هتبقى يعني بس دي سندوتشات كده الاولاد ياخدوها معاهم المدرسه، تيجي بقى بتضغطي عليها كده بسن بالشوكه عشان تقفل كويس معاكي. ناخد واحده كمان برضو عشان تشوفوها تاني، تفرديها كويس كده، هي بايديك كده جامد، تقلبيها بقى وتاخدي قطعه من الجبنه برضو. معلش الجبنة بقى بتعمل في ايد الواحد اهي، بططها كده كويس، وتجيب الشوكة برضو وتضغطي على الحراف بتاعتها كده كويس عشان ما تفتحش. هكمل بقى اعمل لكم واحدة سادة برضو، السادة بقى عادي تعمليها تبططيها عادي كده وتسيبيها، ممكن تفتحيها اتنين سهلة جدا. اهي بتتفرد معاكي كويس اهي، حاولي تخليها مدورة برضو عشان تبقى شكلها حلو. دي بقى ممكن السادة دي تفتحيها انتي من النص كده بعد ما تتخبز، وتحشيها بقى مربى او عسل اي حاجة جبنة كده. هخلص كله تقطيعه وبعدين هرجع اوريهولكم بعد ما تسوي. السلام عليكم، دي شكل القرص بعد ما سويناها، ريحتها تحفة. انا بسويها بحب اخلي الوش من فوق زي تحت احمر كده اهي، بنفتحها قدامكم عشان تشوفوها برضو. ما شاء الله شايفين القرص جوه شكلها جميل ازاي وطعمها خطير. دي القرص السادة، القرص ام جبنه اهي قدامكم برضو، نفتحها بقى. دي جبنه اسطنبولي اهي، شايفين القرص تحفه وريحتها تحفه وطعمها تحفه. ان شاء الله جربوها هتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية كتير، ولو في اي تعليقات ابعتوها لي برضو، وانا ان شاء الله هكون سعيده بيها وارد عليكم. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامه.